في عملية عسكرية تقدمت قوات الجيش في مساحات واسعة بمحافظة الجوف، وأفادت مصادر عسكرية لقناة بلقيس بأن الجيش استطاع السيطرة على سلسلة جبلية طويلة تمتد من شمال إلى غرب المحافظة. تم السيطرة على هذه السلسلة الجبلية وهذه الأرض الصحراوية الواسعة. القيادات العسكرية للواء الأول واللواء التاسع حرس حدود أكدت بأن العملية العسكرية أدت لاستعادة جبال الربعة وجبال بركان والكثير من الأسلحة والعتاد، وخسرت فيها الميليشيا العديد من أنصارها. اللواء الأول حرس حدود واللواء التاسع كعملية مشتركة قامت القوات بتنفيذها للتحكم على ممرات وطرق العدو المؤدية إلى برط والمؤدية إلى صعدة وجبال شعير. من الناحية الاستراتيجية، فإن السيطرة على جبال البركان يعد خسارة كبيرة للحوثي، حيث تعد تلك الجبال بمثابة منطقة فاصلة بين مديرية برط العنان الواقعة للجوف ومديرية الحشوة التابعة لصعدة، وهو ما يعني وفق عسكريين إمكانية دخول الجيش في أي وقت منطقة الحشوة بصعدة بعد أن سيطر على برط العنان بالجو. العملية العسكرية التي تحركت من منطقة تبة مسن المحررة قبل شهور لقيت مساندة من التحالف الذي كثف طلعاته الجوية مستهدفاً تجمعات الميليشيا ومواقعهم، وهو ما ساعد قوات الجيش بالتحرك الآمن داخل السلاسل الجبلية. تؤكد قيادات عسكرية لبلقيس بأن التحركات العسكرية الأخيرة للجيش بالجوف تسير ضمن خطة متكاملة لتحرير كامل مديرية برط العنان، وصولاً إلى استكمال تحرير بقية المديريات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.